في الذكرى الخمسين لوفاة الشيخ إبراهيم أبو اليقظان، ها هي المؤسسة المسماة على اسمه تحط الرحال برحاب جامعة بتنا واحد للتعريف بالشيخ الذي يعتبر من رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر. في هذه المحطة الخامسة من فعاليات الذكرى الخمسين لوفاة شيخنا الشيخ أبو اليقظان رحمه الله، رانا نقدم درك في الآن محاضرات علمية ثقافية أكاديمية، وكذلك سوف ننتقل أيضا إلى جامعة غردايا بنفس هذا الوتيرة وبنفس هذه بنفس الحماس لأيضا نقوم بمحاضرات علمية تبرز مآثر الشيخ وكذلك علماء الجزائر عامة. هو صحفي شاعر ومؤرخ، له تاريخ حافل بالإنجازات والإصدارات للعديد من المؤلفات والجرائد، ومن أبرز محطاته أنه كان عضوا بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. نحن سعداء بأن تحتضن جامعتنا هذا اليوم الدراسي والعلمي حول هذه شخصية عربية جزائرية ذات صيت وباع طويل في ما يخص هذا الوطن، لأن هذا الرجل ومن أطرابه من أعضاء جمعية المسلمين الجزائريين سخروا أنفسهم لمحاربة المستعمر والظواهر الأخرى من خلال القلم ومن خلال الكتابة، فأسسوا الجرائد رغم المضايقات ويوقف الجرائد إلا أنهم لم يستكينوا. ملتقيات كهذه تساهم في التعريف بمشايخ وعلماء الجزائر خاصة للطلبة.